شوفي حنا يقتلوا في الشعب الجزائري ماشي غير بالفاكسان، عمليه الاباده بدات من قبل مبرمجه، لانه لو طو ناتاليتي في الجزائر كان قاعد يعلى يعلى يعلى. الاقدام البيضاء ماهيش من المصلحه نتاعهم يوليو 500 مليون ليزارجني، حنا من مصلحتنا. دونك واش داروا؟ انا اطرح اسئله على اي طبيب مختص باحث، علاه مرض السكري عندنا بالبالا؟ علاش لي كونسير عندنا بالبالا؟ المنظومه الصحيه وما عندناش. علاش طاقه الانجاب نقصت في الجزائر ضعفت خلاص، ولا لي جون كوبل يعني يسوفر دان فيرتيليتي بكل كيما راهم؟ هادو بكل اسئله مطروحه. علاش؟ علاش من على 20 سنه نص الشعب الجزائري راح يكون بالديابيت وعنده دي كومبليكاسيون دو ديابيت اي دو ليبرتونسيون؟ واش من الدوله تقبل نص الشعب مريض؟ سا سي دي كيستيون ا بوزي. القتل موش غير بالرصاص، القتل بوسائل اخرى او بالمرض. هاكم تشوفوها كورونا فيروس، حرب عالميه ثالثه نضت، قامت فيروس الحرب وقت لا دوزيام غار مونديال، والطيارات تضرب والدنيا مقلبه وما حسبوا ما حبسوش لوزينات. ان فيروس حبس لو موندونتي في جهه، دخل الناس للديار. على هذه احنا اون دوموند للشعب، اسمع لي ديسكور تاع الناس بصح، كون واعي، كون منطقي عقلاني في راسك. على بالنا هبلوكم في المدرسه، دخلوا لكم الاضداد وفهموكم باللي الاضداد يقدروا يتماشوا مع بعض، ما يتماشاوش. سي بوركو جابيل سورتو لي ستوديون تاعنا يفتحوا عينيهم، يكومونس ا سورغانيزي بور كري دي بول اونيفرسيتير ريفونديكاتيف، دي سانديكا اونيفرسيتير. اكريو دي سانديكا اونيفرسيتير والتحقوا بالتنسيقيه اللي تخرج من الكريا وتشوفوا واش نقدروا نديروا. تبعوا التعليمات، النظام هذا نطيحوه ونريكوبيريو لارمي الجيريان، نطيحوا النظام ونريكوبيريو الجيش، نطيحوا النظام ونريكوبيريو الجيش، نطيحوا النظام ونريكوبيريو الجيش، ونوضعوا حد لكل التيارات العامله للخارج كلها مهما كانت صفتها. Nous créerons des services de contre-espionnage politique tellement puissants qu'aucun Algérien ne pourra avoir une activité d'intelligence avec l'ennemi sans être détecté. C'est comme ça et pas autrement. Anis Mafinas, police, police politique, police. Nous sommes des balles. Nous sommes des trous de partout où tu as la police politique. Et le style de ou les articles de tu as la douleur. جونطون واحد لي كون اللي عثمان ما نقدرش نسمعهم خلاص، بورتون ناس كبار في العمر. نو نو مسيو رحماني، اجوردي دو توت فاسون تو موند اتون كريا، تو موند اي كونسونتري، اون ا بوكو ديسبوار اترافير لو كريا اي اترافير لي مومبر دو كريا. جو بونس كو ديريير تو سا اي فا سا بوجي، اي كو لالجيريان اجوردي لا اي لا بوزون دو ريبراند كونفيونس اون لوي اي كونفيونس قيادة تاع الصح. سي تري سامبل. شوفي مدام القيادة هذه Ça sera une ligne forte et dure, une ligne très forte et très dure, mais qui donnera des mécanismes. Le peuple adopte ces mécanismes, adopte le qiyada hadi. Yinjah, parce que c'est une ligne droite, dure, vraiment dure, très dure, mais tibbahash Allah yisahel alayh, c'est son choix. Mais ihna le devoir nta'na kounou dirna amam Allah, ou amam tarikh, ou amam l'watan, kounou dirna le devoir nta'na qaddamna. Bessah, ça sera une ligne dure, une ligne très dure. Ma tfhem, ma tstfhem. والله اللي يخرج طريق غير ماشي القانون يقطعوا يديروا فيون داشي. On aura des lois tellement dures mais justes et égalitaires. On ne peut pas relever un pays bleu sourire ou l'hnana ou la compassion. ما كاش منها، رانا لتحت خلاص. تحت خلاص. ما عندنا والو. ما شفنا لو ليبان، كان والو، راح. Un pays qui est parti. Ce que les gens ne savent pas, on a eu une catastrophe qui m'a tiré à Lebanon. C'était Skikda quand elle a explosé, il y a quelques années de cela. C'était quoi aussi? Mais ce qui m'a entretenu par les réseaux sociaux, surtout avec le. Toujours le kelb, avec l'islam, on a un missile. C'est du stockage dans des conditions qui ne sont pas normalisées, il n'y a pas de sécurité. Chaque produit a des conditions de stockage. Ça a été un défaut technique.
il y a des capteurs qui n'ont pas été changés. Ça a coûté des milliards à l'Algérie. Les Algériens, ils font les Algériens, ils font les Algériens, ils font les Algériens, ils font les. Ça, c'est les incompétences techniques, ça, c'est normal. Donc, Haja Khara, j'aimerais préciser, on a fait le dernier mot, là, la dernière question. Et il y a Chab Jazaïrin, notre Haja. Le club, il s'est offert au Miyadro, beaucoup de Kémara. كون جاو يهضروا على اشخاص على راس مؤسسات قال الجنرال فلان اللي فوق راس المخابرات الداخليه دين باباه الكلب ولا شي باش صرالو ما عليناش راهم يدخلوا لكم في الفكره نتاعكم باللي المؤسسه في حد ذاتها ما لازمهاش تكون يعني يقولوا لكم الشرطه السياسيه ما لازمهاش تكون ايه باش تعود تهز الفاليزه من جيروزالم من القدس ولا من شي با منين انايا ولا من انقره وتجيبها وتدير البوليتيك وتجيب لي بلاد اخرى اي با لا بوليس بوليتيك سي ان اوتي نيسيسير ا لا سيكوريتي ناسيونال وي اون سيرفي لي اوبوزون سي نورمال وتخلي يدير شي حب مي اون اورا ان جوستيس كي ريسيفرا لي رابور اي كونت يفو ميتر ان تيرم يعني نحطوا حد لهاد لوبوزون بوليتيك اللي عنده تعاملات غير امنيه القضاء يتكفل به لازم لا بوليس بوليتيك ما كانش بلاد ما عندهاش لا بوليس بوليتيك دونك هادو ناس يحوسوا يحطموا لكم حتى المؤسسات تعرفوا علاه باسكو هما خوباتها هما تعود الاعراك ويهز المطرق ويضرب ويلبس المراه هذاك التشادور ويذبحها كونت يلفو لو سيستيم تريبال اللي ما عندوش اصلا بلاد ما يعرفش واش معناتها بلاد مؤسسات عمرهم لا بناو قصر لا بروف نهار داروا الدوله العباسيه والامويه تاعهم هذيك وين داوها خلوها في مكه في المدينه يا اخي طلعوها للشام تعرفوا عليها ما يعرفوش يبنيو راحوا سكنوا في القصور نتاع الرومان والمسيح مازالوا لي مونتاليتي تريبال انا قلت لكم باش نفصلها لكم هزوا الدول المسلمه اللي تهضر العربيه والدول المسلمه اللي ما تهضرش العربيه وقارنوا بيناتهم ولقاو الخطا وين هو كيما السبع اخطاء تاع بكري تاع الجرنان انا هذيك دوك سمعوهم بكل تفضلي يا مدام جو فو لاس لو مو دافا مسي رحماني ان شاء الله ابخي الكريا اون فيغا ان بو لا لوميير باسكو لي الجيري ناسيوناليست ام لوغ بيي ان انتيريور و ليستيريور اي اون اي مالاد دو فواغ ان الجيري بارتير كوم سا لا ديريف يعني واحد سي انادميسيبل اون بو با لاكسيبتي اي مي سي سي لو شوا سي سي لو شوا دو بوبل كي فو سويفر دوت كوران اون بو ريان فار لا كان الشعب غمض عينيه على الحقيقه كما يقولوا عندنا بكري حنا حكايه عظام الشقاء انت تقول له الطريق المليحه اي منا هو رايح للمعوجه واش حد يدير لوتيا لا ماشي رحماني الشعب الشعب اللي فوق الشعب مازال له سولاس اللي في اللي سيندروم دو ستوكهولم سي تو الشعب الى بوزوان جوست دو دت رياكتيفي ان الكتروشوك ان الكتروشوك مي ان فري الكتروشوك باش يهز راسه